تحياتي لكم. بتقديري، رد الفصائل الفلسطينية في غزة على المقترح الرئيس الأمريكي جاء بطرح بعض التعديلات على بنود المقترح، ولم ترفض أي بند ولم تضيف أي بند على المقترح، وبالتالي الرد الذي يجب أن يعني نركز عليه هو رد الجانب الإسرائيلي الذي يدعي أن الفصائل رفضت المقترح الرئيس الأمريكي لسبب بسيط، أن الإسرائيليين يريدون أولا إطلاق سراح الذين يسمونهم مختطفين، بينما في تعديلات الفصائل الفلسطينية جاءت باعتقادك صفقة أستاذ مناضل، لماذا استبقت إسرائيل رد الوسطاء على ودراسة المقترح بإعلان أن حماس غيرت في جوهر المقترح ورفضته؟ بكل تأكيد، لأن إسرائيل لا تريد لا صفقة ولا تريد وقف لإطلاق النار، وهي مستمرة في العدوان ومستمرة في حربها ضد الشعب الفلسطيني، وتصريحات نتنياهو وبعض وزرائه تثبت ذلك. هم يريدون حربا حتى النصر المطلق كما يسمونه، أو القضاء على الفصائل، أو احتلال، بعضهم يريد احتلال غزة وبعضهم يريد تقسيم غزة إلى شطرين، وكل هذه التصريحات التي نسمعها منهم. وبالتالي هم من اللحظة الأولى قالوا إنه حركة حماس والفصائل رفضت المقترح، وهذا غير صحيح. بتقدير التعديلات التي طرحتها الفصائل كالتالي: أولا طلبت من في المرحلة الأولى أن يتم الانسحاب من محور فلادلفيا ومدينة رفح. نعم ثانيا أن يكون هناك ضمانات للانسحاب الكامل من قطاع غزة. وثالثا أن يكون هناك إعمار وبداية إعمار كحد أقصى 5 سنوات. ورابعا صفقة تفاوض على صفقة تبادل للأسرى. هذا لم يعجب لا الإسرائيليين ولا حتى الأمريكان، رغم أن الأمريكان لم يحددوا موقفهم حتى اللحظة، إلا أن الإسرائيليين يريدون البند الأول هو في المقدمة ولا يريدون غيره. هم فقط يريدون إطلاق سراح المسميهم مختطفين، ثم استئناف العدوان، وسيكون عدوان بلا هوادة كما يقولون. وبالتالي الموقف الإسرائيلي واضح منذ اللحظة الأولى، ونحن على قناعة تامة أن الإسرائيل لا يريدون وقف إطلاق نار ولا يريدون الانسحاب من قطاع غزة، على العكس تماما لديهم الخطط، والذين حتى يعلنون عن بعضها للجوء للبقاء فترة في قطاع غزة. إذن هل نحن أمام مرحلة جديدة من دراسة مطولة من قبل الوسطاء لرد حماس سواء في قطر أو في مصر أو حتى في الولايات المتحدة، ومحاولة إضفاء بعض التعديلات التي طرحتها حماس على النص المقترح الأصلي؟ بكل تأكيد نحن أمام مرحلة بانتظار الموقف الأمريكي الذي هو الآن يدرس كما يقول، ولكن بتقديرنا مرة أخرى أنه المقترح الأمريكي ستفشله إسرائيل وستذهب في تصعيد على الشعب الفلسطيني، وقد يكون في مواقع أخرى كما نلحظ في الأيام الأخيرة وأمس وصباح اليوم. وبالتالي إسرائيل الدولة الوحيدة التي لا تريد لا وقف إطلاق نار ولا انسحاب ولا إعادة إعمار، تريد أن يكون هناك يعني سلطة على مراكها كما يقولون، تختارهم هي ليحكموا غزة. هي لا تريد لا فصائل الموجودة في غزة تحكم، ولا حتى السلطة الوطنية الفلسطينية وحكومة الحكومة الفلسطينية أن تحكم، سواء في معبر رفح أو في غزة. وبالتالي إسرائيل لن تنسحب، وإسرائيل ستواصل هذا العدوان وستجد المبررات، وستحمل الفصائل بأنها هي التي رفضت المقترح الأمريكي، رغم أنه كما قلنا الموقف الأمريكي لحد هذه اللحظة لم يحدد رسميا، سواء بعد التعديلات طبعا التي أجريت على البنود المقترحة في مقترح الرئيس الأمريكي، اللي هو بالأصل اللي هو مقترح إسرائيلي. نعم وبالتالي بتقديرنا أن هذا المقترح ستفشله إسرائيل، وستذهب إسرائيل باتجاه التصعيد، ولأسباب عدة، أهمها حالة يعني الشد الكبيرة داخل المجتمع الإسرائيلي واستقالة بعض الوزراء وكبار ضباط الجيش، جيش الاحتلال. وبالتالي نتنياهو يشعر الآن أنه مستهدف أكثر داخليا من الأحزاب اليسارية، وأحزاب المعارضة الآن هي تتحالف ضده في الكنيسة، وسيكون هناك بعض الاقتراحات لحجب الثقة عنه وعن حكومته. وبالتالي هو لن يجد مخرج إلا بالذهاب نحو التصعيد،
إما في غزة وهو يفعل ذلك، وأيضا إما في لبنان وقد ذهب أمس واغتال عددا من المواطنين في جنوب لبنان، وشاهدنا رد المقاومة في نعم. لبنان اليوم. أستاذ مناضل، هل نحن أمام فرصة أخيرة من قبل هذا المقترح الأمريكي؟ في حال فشله ستتجه المنطقة إلى التصعيد الميداني بشكل مستمر؟ بكل تأكيد نحن على قناعة تامة كما قلنا أن إسرائيل ستفشل هذا المقترح وستحمل الفصائل الفلسطينية وحماس بشكل خاص أن هي التي أفشلت المقترح، لأنه ببساطة كما قلنا إسرائيل وحلفائها تريد البند الأول هو إطلاق سراح المختطفين أو الأسرى، بينما المقاومة والفصائل الفلسطينية تركت هذا البند للأخير كما لاحظتم، وهناك بنود أولى بالنسبة لها وهي الانسحاب من محور فيلادلفيا ومن رفح والضمانات للانسحاب الكامل من قطاع غزة والإعمار ثم تبادل الأسرى أو التفاوض على صفقة تبادل الأسرى. هذا لم يعجب الطرف الإسرائيلي، وبالتالي هو الآن يحاول بكل جهد الضغط على الأمريكان وإقناعهم بأنه الفصائل الفلسطينية التي غيرت المقترح وبدلت المقترح، وبالتالي المقترح لم يعد مقبولا بالنسبة للإسرائيليين، وسنسمع ذلك فور إعلان الولايات المتحدة عن موقفها النهائي من تعديلات الفصائل على هذا المقترح. أشكرك جزيل الشكر مناضل حناني، عضو اللجنة المركزية لجبهة التحرير لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، على هذه المداخلة. كنت معنا مباشرة من مدينة نابلس.